السلام عليكم هلا فيكم في فيديو جديد راح نتكلم لكم عن الايفون 9 ايفون اس اي 2 ايفون بدون اسم ايفون الجديد اللي بزر من تحت اوكي فالمتوقع ان ابل راح تنزل الايفون هذا الاسبوع الجاي بكره بعد بكره وقت عمل الفيديو يمكن ينزل قبل الفيديو فالمهم انه ابل راح تنزل الايفون هذا والدليل إن الحين طلعت اشاعات ان ابل جالسه تصنع بكميات مهوله الحين في المصنع حقها في الصين فاتوقع يعني انتظروا الاسبوع هذا راح تبدا ابل تبيع الايفون كذا رفرش في الموقع وتنزلها كذا فجاه نفس السنة راحت نفس ما تسوي أبل وبرضو يمكن راح ينزل الأسبوع الجاي بعد ما ينزل الأيباد راح ينزل أي أو إس 13.5 يكون في الأي أو إس 13.5 وهو ميزات حق الأيفون الجديد فيمكن الأيفون الجديد ينزل بعد الـ مع الأي أو إس 13.5 يبدا بيتا نسخة تجريبية حق الاي او اس 13.5 بعدها باسبوع بسبعين بشهر ينزل معاها الايفون الجديد اللي هو الايفون 9 لان اتوقع الان اشاعات كثيرة طبعا ابل بتنزل هذا الايفون الحين لان في الاي او اس 14 اللي بينزل او اللي بتعلن عنه أبل في شهر 6 راح يكنسل اجهزه في بعض الاشخاص إلى الان يستخدمون جوالات مثل ال6 اس فابل الى الان ما نزلت او ابل ما نزلت الايفون 9 اللي راحت ليش لان شافت ال6 اس دعمتها مع الاي او 13 فالان اذا ابل بتكنسل جهاز هذا تعلمك انه بتكنسل جهاز اذا نزلت الايفون من الحين فابل اذا نزلت الايفون الحين عرف ان الاجهزه القديمه راح تكنسلهم وتخلي الاشخاص اللي عندهم الايفونات القديمه يعطيهم الاوبشنز انه اوكي عندك الايفون القديم لكن الحين نزلنا ايفون جديد بسعر رخيص ب 499 دولار مثلا لحق ال 9 وال 9 بلس مثلا ب 599 او ب 590 او ب 600 يعني هذه الاسعار فتعطيك الخيار ان تقول حق الاشخاص اللي ما يقدرون يشترون جوال جديد ما يقدرون يشترون ايفون 11 ما يقدرون يشترون ايفون 8 مثلا بما ان الايفون 8 راح يتكنسل بيخش ذا مكانه عندهم الخيار ان يشترون ذا الجوال عشان الدعم حق السوفت وير قدام فننتظر الايفون الجديد ينزل يعني اشاعات قوية انه راح ينزل قريب 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 جدا 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 فنتوقع انه مع كاميرا واحدة من الايفون او الايفون 11 الكاميرا الامامية ان شاء الله يحطون 11 ميجا بكسل لانه لا يوقفونها كذا 7 ميجا بكسل نفس الايباد اللي نزلت قبل شوي او امس اتمنى ان يحطون دعم شوي كويس بعض الاشاعات تقول لك ان ابل الماتيريالز نفس الصناعه حق الايفون 6 اس او الايفون 8 لكن يمكن ما يحطون الوايرلس تشارجنج فانك ما تقدر تشحنه وايرلس عز بالكيبل علشان بس تبي تقلل قيمه الجهاز قد ما تقدر فالحمد لله انا حطيت المعالج الجديد ال 830 فشيء قوي وايرلس شيل الوايرلس اهم شيء انك تخلي الجهاز سعره متناول الجميع فحلو القيمه كذا وبرضو اذا شالت الويرلس فيكون عندها مسافة داخل او مساحة داخل انها تقدر تكبر البطارية اكبر يعني الكل يعرف الايفون 8 حجمه صغير فالبطارية شوي تستهلك بقوة فمع المعالج الجديد الـ A12 ما راح يستهلك بطارية وبرضو اذا صارت في مسافة داخل او مساحة داخل وكبرت البطارية فشيء افضل وافضل بكثير فننتظر قدام ونشوف أبلش ايش بتسوي قصدي الـ A13 مش الـ A12 ننتظر قدام وش نسوي تسوي ابل ففي نهايه الفيديو لا تنسون اشتراك بالقناة القناه ونشر المقطع عمل لايك المقطع وتعليقاتكم تحت تهمني ولا تنسون افضل دعاكم والسلام عليكم